استقرار حالة الطقس وغياب فصل الشتاء كما هو معهود، كبد أصحاب محلات بيع الألبسة خسائر مادية معتبرة. الموسم الشتوي يكاد ينتهي، وعدد معتبر من المعاطف على سبيل المثال لا تجد طريقها إلى الزبائن، أمر يعقد من مهمة رؤوف التاجر. مام البرد ما كاش ناقص هذا العام، ماشي كيما العوام اللي فاتوا، دونك السلعه قعدت ما مشاتش بيان كوم يلفو. لازم السلعه هذه لازم تمشي، لازم نبيعوها، باسكو كي على بالك شغل كل عام يكونوا كاينين دي موديل جداد، يكونوا كاينين تسمى ديك ليون توجور يحبوا حاجه جديده. بون انا شريت مونتو دوكو لا شريت في المارون والنوار، ها مازالهم في الخزانه ما لبستهمش. شريت كافاليير تاني ما استعملتوش كامل، باسكو كتعرف في الحال هذايا مع الجيب كانت شويه شتا، وكان بعد دوكا الحال دار تقول انا في ربع لا دوكا ديجا مع الصباح تلفنا كاع واش نلبسو، ديجا حوايجنا تاع شتا جبدناهم وعاودنا رجعناهم. طلب الزبائن المتزايد على الملابس الفصليه دفعه الى تخزين تشكيله الملابس الشتويه. سينو السلعه اللي ما تباعتش كابابل نخبيوها تاني في ستوك تاع العام الجاي ان شاء الله. كاع يحوسوا هكذا دي سيزون حاجه خفيفه، مام في الصباط هم اللي كيما هذا دا تاع الشتاء ما مشاش، فهمتيني؟ دوك كليون تديهم بعد تقول لك ما نلقاش باش نلبسو، تسمى تقول بريفيري تدي حاجه لي دومي سيزون اللي تقدر تلبسها في الحال الشباب هكذا. وضعية فرضت على التجار انتهاج سياسة التخفيضات المستمرة للتخلص من موديلات السنة. ما كاش بيع رغم يعني التسهيلات اللي دارينها فيما يخص التخفيض، ودرنا تخفيض يعني بنسبه عاليه باش نشجعوا المواطنين لعلهم يجيو يشريو يبروفيتيو ولا لوكازيون باش يديو، ولكن رغم هذا بقات الامور ناقصه وناقصه بزاف. فصل الشتاء إذن لم يمر بردا وسلاما فقط على التجار الذين يواجهون موسما استثنائيا ليس كغيره.